يعني بس للحل. هذا قلت لكم مداخل ليش؟ لان تشوفوا هذا شنو بيه، هذا يقوم هنا لو تشوفون اكو الاي هي يعني شنو عباره اكثر من قيمه، والكي كذلك عباره اكثر من قيمه. فلو تشوفون البلين تكست شنو فوق اكثر من فاليو، والكي كذلك شبيها اكثر من فاليو. فهي دكتوره قالت يعني ما هذا الموضوع عندكم حتى تدخلون به زين، يعني حتى لا تخلوا ببالكم ولا اهم. زين هسه نكمل البوليجون. هنا أنا جينا هذا النوع انتبهوا شويه اسمه ليفر. اوكي هذا بقوانين، هذين القوانين الخمس لازم تعرفها، هذين القوانين الخمس لازم تعرفها كلها. يعني من تجي تحل لازم القوانين كلها تعرفها انت، كل ذي القوانين لازم تعرفها انت من تجي شنو؟ من تجي تحل. يعني شلون؟ لا بجنيه نقدر هوستان استخدمناه فكينا التشفير، بس لا هو مو بس هاي ملاحظة اوكي انه نستخدمها فك التشفير، بس هي اكو يعني هذا نوع من التشفير بي فورت، نوع من التشفير وياي فانه عكس الفيجنير يكون مدام هذاك زائد وهذا ناقص تفك تشفيره بي وياي تفك تشفيره. هو فك التشفير مثل ما قلت لكم بالملاحظه، لو منتبهين انتم هاي الملاحظه قلت لكم قبل شوي عليها. شوف هنا انا شو يقول لك؟ يقول لك انه الطريقه هي اللي عكس طريقه الفيجنير. يعني شنو عكس طريقه الفيجنير؟ بالسايفر وبالدكربشن وبالانكربشن. يعني شنو؟ يعني بالانكربشن هو يزود اوكي، وبالدكربشن هذا شيء يسوي ينقص، والعكس صحيح اوكي، والعكس صحيح. بس هي صدفه انه جايه هنا لان ناقص، فقلت لكم انه نفك التشفير بي. ليش صحيح نفك التشفير بي؟ ليش؟ لان هي جايه ناقص بي، فهمتوني؟ لان انت اكيد من اذا هو شنو قالت لك الملاحظه، كتبت لك الملاحظه انه هو عكسه زين. اذا هو ما دام هو عكسه يعني شنو؟ يعني اذا افك تشفير بهذا، اذا اشفر بهذا اقدر افك تشفير بهذا. يعني لين 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 هو عكسه، فهاي ممكن تمشي هاي الملاحظه اوكي؟ لين هو عكسه. ليش؟ قالت لك انا افك تشفير بهذا اشفر بهذا عفوا افك تشفير بهذا. بس بالملاحظه بيفورت هو مو نفس الفيجنير، هذا يعني شلون تقول طريقه اخرى للتشفير، وهي طريقه اخرى للتشفير. بس هم انا قلت لكم تمشي ليش؟ لان حسب الملاحظه الموجوده وين بالمحاضره. زين واضح ضحى؟ اي واضح. هسه البليفر شنو؟ هذا بي شنو؟ بقوانين لازم تعرفهم، قوانين لازم تعرفهم. يقول لك تعال هسه نجي ونشوف، خلينا نحكي اول شيء وبعدين نجي اكتبها بورقه يمك بالعربي بالانجليزي تكتبها يمك، لازم حتى شنو؟ تعرفهم ونشتغل بها. يقول لك اذا المسج الاولى والمسج الثانيه شنو؟ هنقسمه تو بارت، يعني كل مسج ناخذ منها تو سيجمنت تو كاركتر اوكي. يقول لك اذا كانت المسج الاولى والمسج الثانيه اوكي، المسج الاولى والمسج الثانيه بنفس الصف بنفس الصف اوكي، اذا شنو؟ اذا السايبر اول والسايبر الثاني، احنا كل مسج طلع لنا سايبر، يعني المسج 1 طلع لنا سايبر 1، المسج 2 طلع لنا سايبر 2. فيقول لك كل سايبر منهم هناخذ الرايت كاركتر، الرايت كاركتر يعني شنو؟ ناخذ على الجهه اليمنى، يعني ناخذ على الجهه اليمنى اكتبها يمك. اذا المسج الاولى والمسج الثانيه على نفس الصف ناخذ اليمنى مالتهم، الحرف على اليمنى مالتهم ناخذه، الحرف الايمن ناخذه، اللي حرف اللي على اليمنى ناخذه. هاي اول قاعده. القاعده الثانيه شو تقول؟ اذا اثنينهن على نفس الكولوم على نفس العمود، فايش ناخذ؟ ناخذ الاسفل منهم البلو، ناخذ شنو؟ الاسفل منهم، ناخذ منه الاسفل منهم الجواهم. يعني هسه اذا نفس الرو ناخذ اليمنى مالتهم، اذا واحده بصف ونفس الكولوم ناخذ البلو الجواهم. اذا الام والام 1 وام 2 لا بديفرنت رو اند كولوم، يعني لا متقاطعات لا برو ولا بكولوم، اذا ايش ناخذ؟ نسوي ريكتانجل يعني نسوي مستطيل، وناخذ
الكورنر مالتهم الزوايا مالتنا اخرهم على اساس انه هن سي 1 وسي 2. هسه تجي تشوف انا ايش راح نسويهم بني. يقول لك اف الام يساوي الام 2 واثنينهم نوت كاركتر يعني. فش نسوي؟ نضيف يعني ذا من الشابهات تمام، نسوي نول كاركتر نحط بياناتهم، نخلي شنو نول كاركتر. ليش؟ يعني ذا من الشابهات هن ما راح نقدر نطبق قوانين الفول، لا نقدر نطبق على نفس الرو ولا على نفس الكون. ليش؟ لان الشابهات اصلا مو صحيح. فش نسوي؟ نضيف كاركتر دامي او شو تسميه يعني، مجرد نول كاركتر شو تسميه سمي، بس كون تميز انه هذا نول مثلا هنا ميزته اكس. يقول لك اذا كان البيانت اكس هو اود نمبر، احنا جينا ناخذ 2 2، فاذا اود نمبر شو نضيف؟ نضيف 1 نول اللي هو الاكس. اوكي هم يعني الاكس اللي هو نول. اوكي هسه راح نجي نشوف شلون، راح نجي نشوف شلون. هسه القواعد شو تقول؟ القواعد العده شو تقول؟ تقول اذا اثنين هن نفس الرو واثنين هن نفس الكولوم واثنين هن إذا مختلفات وإذا مش شابهات. هسه نجي نشوف. هسه خلينا نجي حرف الـ R والـ E، نجي حرف الـ R والـ E. خلينا نفتح هذا الرسام ونجي نجي حرف الـ R والـ E. أوكي حرف الـ R والـ E وين موجودة؟ خلينا نجي نشوف حرف الـ R هذا، حرف الـ E وينه؟ هذا هذين الأحرف، هذين شنو؟ الأحرف. زين هل الأحرف متقاطعات برو بكولوم؟ لا متقاطعات برو لا، كولوم لا، مشابهات لا. حلو إذا ما مش إذا ماكو، إذا شنو؟ شن ناخذ نسوي ركتانجل، نسوي شنو؟ ركتانجل بيانات انتبهوا بهالصورة يعني صرنا هنا زاويتين باعتبار وسوي الزوايا الثانية البقية. أوكي سوي بهالصورة، تسوي بهالصوره. هسه من الزوايا البقن الزوايا ال H وشنو وال J، من مقابل ال R، مقابل ال R من هو ال H، نزلنا ال H. مقابل ال E من هو ال G، نزلنا ال G. اوكي ببساطه. اوكي نجي ال N وال A، ال N وال A، نجي هذا ال N وهذا ال A. خلينا نرجع هسه ال N وال A، هذا الـ A وهذا شنو الـ N. على أي قاعدة ينطبق؟ قاعدة الثانية تقول نفس الكولوم. إذا نفس الكولوم مش ناخذ مثل ما قلت ناخذ البلو. هسا أول شيء من هو الـ N ناخذ الـ W البلو، من الثاني الـ A ناخذ البلو مال الـ A اللي هو منو الـ C، فش يصير W C. أوكي زين نجي على الـ I والـ S، نجي على الـ I والـ S. الـ I هذا والـ S وينه؟ هذا نفس الرو نفس الكولوم مش شابهات لا، اذا شو نسوي؟ ركتانجل مو صحيح؟ نسوي شنو؟ ركتانجل من مش مختلفات. من المقابل الاي اول شيء البي مقابل الاي، اوكي حطيناه. من المقابل الاس الاتش، حطينا الاتش. صعبات؟ ها اخوان صعبات؟ لا لا زين انتبهوا هاي كم وحدة بيها؟ وحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر. هذا اللينث مال تشبيه فردي. القاعدة السابقة شو تقول؟ إذا كان اللينث فردي شو أخلي له؟ أخلي بالنهاية إكس مو صحيح؟ فشوفوا هنا سوينا اثنين 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 اثنين، هذا بقى الإي وحدها. فش حطينا لها؟ حطينا لها إكس. فش حطينا لها إكس؟ أوكي طلع شنو؟ الاكس. بس انتبهوا اذا كان فردي نخلي لازم بالنهايه اكس، مثل ما بالقاعده السابقه قالت. القاعده السابقه شوفوا شو تقول؟ تقول اذا كان اود نمبر نخلي شنو؟ نال كاركتر اللي هو الاكس. اوكي؟ زين. هسه نجي نكمل هنا، انا اعتقد صارت واضحه لكم شباب. عبر؟ عبر رغبة في قوانين الشركة شنو؟
يا قواعد نمشي عليها يعني سهلة. بالضبط بالضبط، جيد. هسه نجي ناخذ الهيلث سايبر، هسه بفار سهل اعتقد، خلينا نكمل هاي المزمة حتى شنو نروح على غيرها ونكمل ان شاء الله يوم، نحاول نكمل 4 ملازم لان وقت ما عندنا. زين، اجينا ليت الدي يساوي 2 الام الام ام 1 وام 2 والسايبر سايبر 1 سايبر 2. وير السايبر 1 شلون ينحسب؟ الكي ذي الهدا الكي يعني الواحد واحد في الام، والكي 1 2 في الام 2. والسايبر 2 شلون ينحسب؟ الكي 2 1 في الام، والكي 2 2 يعني ام الاثنين ويا السايبر 2 ام الواحد ويا السايبر 1. اوكي، عندي هاي، عندي هاي يعني الكي، عندي هاي الكي، اوكي عندي هاي الكي. في كل مره اخذ 2 2، انتبهوا اخوان ليش كان قايل لي الدي ايش قد هو؟ 2. زين، هسه اجي، هسه اجي القاعده، ايش تقول القاعده؟ السايبر 1 والسايبر 2 مثل ما هاي مكتوبات فوق، خلينا ناخذها ردوا اخوان. السايبر 1 ايش قلنا؟ الاول الكي 1 ويا الام وياه زائد، نسوي شنو؟ ضرب مصفوفات. احنا شلون نضرب مصفوفات؟ تدرون ضرب مصفوفات يعني يحتاج اقول لكم عاليه تضرب هنا، يعني ضرب بسيط. اوكي شباب، النوب هنا السايبر 2 راح نضربه ويا من؟ ويا ام، وهذا ويا يعني كي 1 كي 2 1 والكي 2 2. اخذ هاي القاعده احسن لك حتى لا تدوخ هنا، اخذ هاي القاعده اللي فوق اسهل لك حتى لا تدوخ. اوكي، هاي هنا انا ايش يقول لك؟ يقول لك بالانكربشن تسوي هيجي، وبالدكربشن هسه طبعا نجي وبالدكربشن نشوفه. اوكي زين، هسه خلينا ناخذ مثال، خلينا ناخذ مثال. يقول لك المسج شنو هي؟ الاي والجي والالفابت، الالفابت شنو هي؟ من الاي تو زد يعني ايش قد؟ 26. الالفابت ايش قد؟ 26. اوكي، ومعطيني الكي انفيرس. طبعا انتبهوا هاي الكي انفيرس مو مثل الكي اللي عندنا اخوان، كي انفيرس مو مثل الكي اللي عندنا. يعني شنو؟ يعني هاي هنا انفيرس مال مصفوفه، تدرون انتو اكو انفيرس اوف ماتريكس ما تذكروها، يمكن اخذناها بالمتوسطه ما ادري وين الاعداديه ما اعرف، اكو يعني معكوس المصفوفه تذكروه مو صحيح؟ فهذا معكوس المصفوفه اقصد به هنا أنا. اقصد به شنو؟ معكوس المصفوفه مو معكوس الانفيرس اللي اخذناه بالخوارزميات السابقه، خلوها ببالكم يعني، خلوها شنو؟ خلوها ببالكم هاي الشغله. زين، فهاي الكي وهاي الكي انفيرس معطى اللي هي ماتريكس. اوكي زين، وعدي هاي وعدي هاي 26. خلينا نجي نشوف هسه، اجي اشفر، شلون اشفر؟ اقول له الاي ايش قد؟ 4، الجي ايش قد؟ 6. تمام، هاي مجرد حولت هنا سؤال اي تعطيكم اياها هي، لازم تعطيكم اياها هي هاي الانفيرس مع المصفوفه. اوكي تعطيكم اياها هي لان طريقتها رياضيه وشويه يعني دوخه. اوكي زين، ثاني يوم منطقه مو كلش صعبه يعني، بس هي لان يعني انت مو في غنى عنها، انت ما تحتاجها اصلا تحسبها. اوكي المهم، الاي والجي تحسبهن 4 و6 يطلع لك تمام حلو. هسه اجي اعوض، اجي اعوض الكي وين معطيني اياه؟ هذا نفسه جبته في المسج، المسج شنو هي؟ 4 و6. حطيت 4 و6 تدرون انت فوق ام 1، خلينا ناخذ ايش اخبر عليها لحظه شويه، خلينا نكتب هاي هنا ام 1 تدرون، وهاي هنا شنو؟ ام 2، وهاي الكي 1 1 ال 1 2 وال 2 1 2 2. اوكي ضربناهن، القاعدة ايش تقول القاعدة؟ القاعدة هاي، قاعدة وينها؟ هاي ايش تقول القاعدة؟ تقول انه السايبر 1 ينحسب بهالطريقة والسايبر 2 ينحسب شنو؟ بهالطريقة. اوكي خلينا نحط هنا قدام تمام هسه؟ زين، هسه السايبر 1 الكي 1 في الام 1 زائد الكي 1 2 في الام 2. اوكي هسه خلينا نجي نعوض الكي 1 1 1 ايش قد الكي 1 1 اللي هي 3؟
في الام واحد اللي هو ايش قد؟ 12 زائد كي 2 هنا عند 12 هسه حلو ابغاكم 12 زائد نجيها زائد ايش قد؟ نجيها بعدين نجيها زين الكي 2 الكي 1 2 ايش قد؟ 2 في الام اللي هي ايش قد؟ 6 فهمنا 12 12 و 12 قد 24 فلو تشوفون هاي قد صار رقم لو تشوفون هذا الرقم ايش قد صار 24 اوكي نجي على الثانيه 3 3 في 4 12 اوكي و 3 في 4 12 صار ولا زائد الكي 22 في الام الكي 22 5 في 6 30 30 و 12 تطلع 42 30 وش قد؟ و 12 42 مود 26 يطلع لنا ايش قد؟ 16 اوكي يطلع لنا شنو؟ 16 هذا نحول هنا 24 اللي هو الواي وال 16 اللي هو الكيو طلع عندي هاي شو يسموه السايفر هذا شنو السايفر؟ فك التشفير ببساطه فك التشفير شنو؟ عندي الكي انفيرس الكي انفيرس في شنو؟ في السي كي انفيرس في السي كي انفيرس في السي زين كي انفيرس وين هاي السي وين هاي كي انفيرس وهذا شنو السي اللي هو نفسه هذا جبناه اجي اضرب هنا ببساطه هم يعني اقول 5 15 في 24 زائد 20 في 16 مود 26 يطلع لنا هذا الرقم لا تضربون هسه الحاسبه يومكم خلينا نجيب حاسبه خلنا نكتب ايش قد راح تصير حتى انسخها قبل ونطلع النتيجه بس لا يطلع لنا ايش قد؟ يطلع لنا 15 في ايش قد؟ 15 في 24 زين هذا كله 15 في 24 زائد شنو؟ 20 زائد 20 في ايش قد؟ في 16 هذا كله موديل ايش قد؟ موديل 20 26 خلينا نجي نسخها نجي ننفذها نشوف قد طلع لنا المعادله بس لحظه اوقف البيانت ف لحظه يطلع لنا 695 690 95 مود ايش قد؟ مود 20 26 فيطلع لنا 19 لحظة خطأ بالأرقام اكو خطأ بالأرقام 15 لحظة اكو خطأ بالأرقام الانفيرس السي 24 مود انا ايش قد ضربتها؟ اي خطأ بالأرقام اعتقد عندي يعني بس لحظة 24 هنا وال 16 في 20 مو صحيح؟ فيطلع 368 368 68 موت ال 20 26 فيقدر يطلع لنا 4 شفتوا شباب عاشتج ضحى يمكن حجيت عاشتج هو يكبر خطا اخوان بس شنو مرات تصير عندك خطا بالارقام فاز تنتبه انت فيقدر يطلع لنا 4 لو نشوف يطلع لنا الرقم يطلع لنا الرقم هنا وين 4 يطلع لنا الرقم ايش قد 4 اكو سؤال اخوان شلون فكينا التشفير؟ شلون شفرنا؟ عندي الكي والكي انفيرز الكي اشفر به اللي هو مجرد اضرب بالمسج ويطلع لي فد نتيجه معينه واحول النوب الاحرف عفوا الارقام الى احرف فك التشفير مجرد يطلع لي ارقام من السايبر اجي اروحها بالكي انفيرز الكي انفيرز اعطيك اياها هي موطا اكو سؤال؟ اكو شيء مو واضح شلون صارت؟ اكو شيء مو واضح شلون صارت؟ لا تمام سهلة مو صح ضحى؟ إيه جيد بالمناسبة أنا يعني ما متابع إخوان ما متابع الشات مال اليوتيوب يعني خاف واحد يحكي باليوتيوب أنا متابع إذا عنده شيء ما خيجي تمام واحتمال بعد منه شبت على اليوتيوب على أكثر يعني إذا الأمور طيبة إن شاء الله المهم هسه اكو هنا تشات عندكم ثلاث اسئله زين هسه شنو المشكله يلا انزل
ها خلصت المحاضرة بشين. أوكي إخوان خلصنا المحاضرة الثانية. أكو سؤال هنا؟ تمام.